وديع والله العظيم، والله وديع صافي، والله خارج اللي هذا وديع والله، ولطيف لطيف مره. صح سبحان الله، صح صح. متسابق قبل الاخير، هلا وسهلا، كيف احوالكم؟ عساكم طيبين. هلا وسهلا معكم حسين لعبان البقمي. نعم. تذوق للشعر ومنشد واللي تبغون تحطه في صحن وتذوقه يعني ولا كيف؟ نعم. كيف اللي تبي؟ لا والله صحيح. ها كيف تذوقه؟ اعجاب يعني تسمعه. نعم. مستمع. ها مستمع. نعم. الشعر ذاك هذاك انت الذوق، تعرف الذوق الحين كل شيء له ذوق. وش هو يعني كل ذوق؟ ها ينذاق هو يمكن لا ما هو بعين ينذاق. ما هو بعين ينذاق كل شيء، انا معجب اي شيء. قصدك متذوق من ذوق؟ نعم. الذائقه الشعريه يعني. كم عمرك؟ عمري 26. اسلم كمل تعريف عن نفسك. بعطيكم من انشدات اللي عندي. انت قلت منشد صح؟ نعم انا منشد. صوتك زين والله. اسلم زكي انت؟ اسمع زكي عمر الحين ما في. الله ولا الهاجس اللي ما يريحني، أسهر عيوني وعناني وعنيته، أحاول أخفيه مير الحياة متمركز بالحشا كنا الحشا بيته. سلامتكم. سلمت. حسين كيف وصلت البداية؟ سام كيف وصلت البداية؟ كيف وصلت؟ ايه وصلنا على موت. تعرف ذاك الشايب اللي قال حب كيف حب؟ خلقها الله وهو حب. لا انت وصلت احد هنا ولا شيء زي كذا صح؟ كيف؟ في بيت الحكمة. نعم مع الشيبان. نعم الله الله. اي طيب سولف علمني كيف. نعم قصة عطنا سيناريو. والله جيت من طرف اسمه مبارك ابو الاكلبي. الاكلبي ونعم نعم الرجل استاه. انت وصلته يعني ولا جيت؟ هو اللي وصلني، هو اللي دخلني البرنامج، هو بيض الله وجه علم غانم والله. طيب كان جاوبت الجواب هذا، ليش تجاوب جاي على سيارتي؟ كلنا جاي على سياراتنا، في احد يجي على رجوله؟ كيف؟ لا سلامتك يا حبيبي. طيب حسين اسلم، انا احب الكاركتر البدوي اللي مره. انت جاي من عندكم شديد الظاهر امس او اليوم؟ والله الله عندي شديد والله، انا كاب من البل وجاي. متى الشديد؟ الشديد من امس احنا نمشي. وين رايحين؟ رايحين بالشمال ان شاء الله. ما شاء الله على العظيم. نعم. طيب شلون بتحمل 3 شهور بيقفلون عليك هنا في القريه؟ ما عاد في هذا رزقي. هي. ما في شديد، ما في ابل، ما في غرف، ما في عزبه. الابداع اللي مع البل بخليني ان شاء الله عندكم نجي ان شاء الله. بقيت هنا بعذرة قلت هذا الحين وقت أولاد دلبل ولا شيء ترى ما يمشي هنا. ما على إخواني موجودين وشايبي حي والله يخليهم لي. الله يخليهم. الله يحفظ. البل وش مغاتير ولا؟ الله الله. ما شاء الله. نعم. بعتوا شيء أسعار غالية ولا؟ والله إن السوم في سوم والبيع والله ما بعنا والله ما. هاي. نعم. يقرب لك وليد البحيح ولا شيء؟ لا والله ابن عمي. ابن عم من بعيد. نفس الكاركتر ما شاء الله. نفس الكاركتر فعلا. الله يوفقك يا حسين. آمين وياك. موفق يا حسين الله يحفظك. مرحبا مرحبا. يا هلا وسهلا. يعني كنا على الفطرة. كيف تشوف اللي على الفطرة؟ يعني لسه إلى الآن ما قد تعايش دور الإعلام وما عرف الجمهور، أحس الواحد اللي زي كذا يعيش على طبيعته بنسبة 100%. هذا كان عندنا تجربة مع رشيد نجحت. على الفطرة شد وينزل أنا رشيد أعتقد أنه لن يأتي متسابق وأنت رشيد مختلف. لسبب انه على فطرته. على فطرته يا اخي شيء عجيب. هات اللي بعده. اقسم بالله اشوفها اليوم في التيك توك مره اني ضحك ضحك يا اخي بطل يا شيخ. بس ما ينفع الا متسابق. اي مره. سلام ورحمه الله. مسيتوا بالخير. اهلا وسهلا. معكم في حاله عتيبي.